عايز ابدا مع حضرتك من الرئيس الاسبق حسني مبارك. نعم. ويعني العلاقه به كيف كانت؟ الحقيقه انا عايز اقول لك انه طبعا يمكن ميزه ان احنا في الاعلام ان احنا ما عندناش حاجه بتستخبى. يعني اما ان احنا عندنا ارشيفنا موجود بالصوت والصوره اذا اشتغلنا في التلفزيون او موجود في ارشيف الصحف اذا كنا بنشتغل بالكتابه. تقريبا كان هناك يعني تعامل مع قضيتين مهمين جدا. القضية الأولانية كيف يمكن أن نواجه الإرهاب اللي كان في التسعينات، وده كان في تفاهم مشترك بين الصحف والإعلام وبين الدولة أو النظام أو المجتمع. ولكن القضية الثانية كانت قضية الفساد، يعني اتفقنا في محاربة الإرهاب ولكن اختلفنا في تقدير الفساد. ويمكن كان في عدد كبير جدا من القضايا اللي فجرتها كانت قضايا فساد حادة جدا، انتهت يمكن في أعلى رقم قياسي في أن أكتر واحد رحت النيابات والمحاكم والجنايات يعني إلى حد كبير جدا، ودفعت غرامات كثيرة جدا في أمام المحاكم رغم أنه كان عندنا حق في كثير من الأحيان. قريت إزاي الحكم امبارح يا أستاذ عادل؟ الحقيقة مبارك قعد فترة طويلة رجل محافظ جدا، يعني لم يكن يريد أن يغير شيئا، يعني كان يريد أن يبقي الحال على ما هو عليه، لغاية ما جرى في 2005 حصل تقريبا انقلاب داخل الحزب الوطني وجاء ما يمكن وصفهم بمجموعة الإصلاحيين جمال مبارك وأحمد عز وبقية المجموعة الجديدة، وهذه المجموعة كانت تريد بالفعل أن تحكم مصر. واللي بيتكلموا على أنه ليس هناك توريث، أنا هقول لك واقعة مباشرة جدا. في 2005 اتصل بي السكرتير الشخصي للرئيس مبارك اللواء أبو الوفا رشوان وطلب أن نلتقي، فالتقينا في صباح يوم جمعة في نادي الشمس. وكان عارفة في بعض اللقطات زي الأفلام الأمريكية كده، ماشيين في مضمار الخيل أنا وهو، ما عناش تليفونات وما عناش أي حاجة خالص، وماشيين نتكلم يعني. فقال لي الرئيس بيسألك ايه رايك لو انه جمال مبارك جه يحكم يعني. فانا الحقيقه قلت له لا ما ينفعش، لن يكون هناك اذا الفكره دي جت فمش هيكون مبارك ولا ابنه في الحكم، لان المؤسسه العسكريه مؤسسه لا يمكن الاستهانه بقدرتها على اتخاذ القرار حتى لو لم تشارك مباشره في القرار. وقلت له في هذه الحاله ان المؤسسه العسكريه مبارك ابن هذه المؤسسه، وانه جمال مبارك لن يقبل من هذه المؤسسه بشكل او باخر يعني الى حد كبير يعني. وبعدين حصل لقاء تاني، قال لي طب فرصه عشان تفكر يعني. فحصل لقاء تاني، هقول لك غريب جدا فين يعني. يمكن كان هو معزوم في بيت شقيقه في المهندسين، فاللقاء التاني كان بينه وبينه على دكة البواب في على البيت يعني. يعني اللقاءات كانت غريبة جدا، وكان رأيي ما تغيرش بشكل أو بآخر يعني. لكن مبارك تقدر توصفي بأنه يعني بعد 2005 حصل تغير حاد في الشخصية في الحقيقة يعني. يعني يمكن المتابعة كانت أصبحت أقل، الاهتمام بقى أقل، سطوة الجيل الجديد من الإصلاحيين اللي كانوا عايزين يورثوا جمال مبارك زادت، انتقلوا من مجرد فكرة 2005 إلى إجراءات بدأ يتمها عن طريق أنه مثلا غيروا في الصحافة عشان يجيبوا رجالتهم في الصحافة أو الناس المتوافقة، غيروا في الحكومة، غيروا في البنوك، غيروا في حاجات كتيرة جدا عشان تمهيدا لاستقبال الوارث أو الوارث أو الوافد الجديد. هنا ده يمكن من اهم المواقف. لكن خليني اشهد واقول لك ان مبارك كان يعني صلبا جدا في مواجهه الارهاب، ولم يكن يتفاهم تماما مع جماعه الاخوان المسلمين، وكان موقفه محدد جدا باختراح. الحاجه الثانيه انه بالحقيقه برضه ما كانش شخصيه مؤذيه. يعني ايه؟ يعني انا بعتقد مش انه انتقامية يعني. ما كانش شخصيه مؤذيه خالص. وكان بيتدخل في الوقت المناسب مثلا مع الاعلام اذا ما حس ان الاعلاميين يمكن ان يذهبوا الى السجن او يحصل اي شيء. وفي مواقف كتيرة جدا معروفة يعني في الوسط الصحفي يعني. فأنا في الحقيقة يعني يمكن كان بعض أطراف الفساد هي كانت مستشرية في البلد، ويمكن التحالف الذي جرى بين الثروة والسلطة في ذلك الوقت. ويمكن لما سمعتيني في المقدمة قلت أنه أعضاء البرلمان الجديد ده ما فيهوش حاجة يعني، لأنه خلاص أعضاء المجلس كلهم ما فيش حاجة يقدروا ياخدوها من البرلمان زي ما سبق يعني. فدي يمكن مميزات مبارك يعني.